أمسكوا يمينه، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كل واحد يأتي عليه وقت ما في يومه أو في بعض أيامه يخلو بنفسه، ولا يتصور أن أحدا قد يمر عليه أيام دون أن يخلو بنفسه. فإذا خلى المرء بنفسه خير له أن يتذكر عظمة الله. وكلما كان البكاء إما لجلال الله وإما لجماله، إما للخوف من نعمته أو للرجاء في رحمته، أو لذنب قد مضى تستغفره، أو لأمر عند الله ترجوه، أو لذكر يجري على لسانك تقوله، إذا وقع منك هذا وقلته مرة بعد مرة تستدر دمعته حتى تذرف من أجله جلالا لله، ولم يكن أحد يراك من الخلق إلا الملكان يرونك فيكتبان ما رأيا، والله عز وجل يتولى منك السرير ولا يتولاها الملكان. هذا مما قال الله عز وجل فيه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله